بدأت القوات الروسية عملية تطهير مجمع أزوفستال الصلب من الألغام الأرضية والحطام، وذلك لتأمين الطريق أمام انتشار القوات بالقرب من محيط المصنع. وتأتي هذه العملية للحفاظ على ما حققته القوات الروسية من تقدم في مدينة ماريوبول. بعد سيطرة روسيا على مجمع أزوفستال للصلب آخر جيب في مدينة ماريوبول الساحلية التي تعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية في عملياتها العسكرية في أوكرانيا والمستمرة منذ 3 أشهر من القتال بين الجانبين، بدأت القوات الروسية في إزالة الألغام والحطام من داخل المصنع. عملية إزالة الألغام والحطام في أزوفستال شهدت تفجير العديد من الألغام باستخدام الجرافات العسكرية وأجهزة الكشف عن المتفجرات، وتستمر العملية لمدة 2 أسبوع بحسب ما أعلنته روسيا لتأمين الطريق أمام تقدم القوات الروسية. عملية التطهير داخل المصنع تستمر بوتيرة متسارعة لتحكم روسيا سيطرتها على ماريوبول بشكل كامل وآمن في نفس الوقت، نظرا لأهميتها الاستراتيجية للتحكم في الطريق البري بين الشرق الأوكراني وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لأراضيها عام 2014. وخلال السنوات الماضية لعب المصنع الشهير دورا رئيسيا في اقتصاد المدينة الساحلية كواحد من أكبر مصانع التعدين في أوروبا، حيث كان يضخ أكثر من 4 ملايين طن من الصلب الخام سنويا. وتوقف المصنع عن العمل بسبب الأزمة الأوكرانية، مما زاد الأزمة العالمية سوءا في ظل حالة التضخم وارتفاع الأسعار.